السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هندي. الا كنتو اول مره تزوروا القناه ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم جديد القناه. ومرحبا بكم جميعا في القناه ديالكم. اليوم جبت لكم فطور سريع، فطور ديال ساعه او لا نصف ساعه في التحضير، فطور يعني الناس اللي ما عندهمش وقت كثير باش يحضروه، فطور ديال المعجزه واللي ما كيقدروش يدوزوا وقت كثير في المطبخ. فبقوا معايا حتى الاخير باش تشوفوا هاد الوصفات اللي جبت لكم، سهله وبسيطه جدا. غادي نبداو بالطبق الرئيسي اللي هو غراتان ديال الكفته والقرعه، اللي الفكره ديالو هو بحال طاجين ديال الكفته اللي تنديروه بلاصوص والبيض. اللي زايد عليه هنا هو القرعه، واللي مختلف هنا هو اننا غنطيبوه في الفران. دونك غادي نبداو على بركه الله. غادي تاخذوا حبه ديال البصل، غادي تحكوها في الحكاكه الرقيقه، والنصف ديالها غادي نديروه في المقلات، والنصف الاخر غادي تحطوه مع الكفته. غادي تاخذوا جوج حبات ديال الطماطم طريين، غادي تحكوهم حتى هما، غادي تزيدوا عليهم تقريبا واحد 4 معالق كبار ديال الطماطم، صلصه الطماطم. غادي نضيفوا هنايا التوابل، الملح، فلفل اسود، كركم، فلفل احمر، شي شويه ديال الثوم بودره اولا طريه، كذلك زيت الزيتون والقزبر ومعدنوس. وكنمشيو نديو هاد الصلصة طيب لكم قبل ما نضيفوا عليها الكفتة. دونك طريقة سهلة وبسيطة جدا، ما تنسوش الملح بالطبع، يبقى على حسب يعني الذوق ديالكم. كنخلطوا هذه الصلصه مزيان وتمشيو نديوها تطيب. وهذه الكفته ديالنا كما قلت لكم، البصله اللي غادي نتحكوها النصف غادي نتحطوها مع الصلصه، والنصف الاخر تديروه مع الكفته. هنا الكفته مستعمله 150 غرام. غادي ناخذها غنضيف عليها نفس التوابل اللي درت في الصلصه، ملح، فلفل اسود، كركم، فلفل احمر، كمون، وكذلك قزبر ومعدنوس والثوم بودره. استعملوا الثومه طريه الى عندكم، وزيت الزيتون والقزبر ومعدنوس. وتنخلطوا هذه الكفته مع هاد الاشياء وكنديروها كويرات، وكنمشيو نضيفوها على الصلصه ديالنا اللي تتكون طابت لكم. دونك كنضيفو دوك الكويرات ديال الكفته، نحاولوا نديرهم يعني في حجم صغير وحجم يكونوا في احجام متساويه. وكنخليو هاد الكفته تطيب في ديك الصلصه، ومن بعد تنحيدوها من على النار. وكنجيبو المولا غراتان اللي غادي ندخلوه الفران، وكتوضعوا فيه ديك الصلصه مع الكفته. كذلك غادي نتقطعوا واحد جوج حبات ديال القرعه، وغادي نتغطيو هادشي كامل بالبيض. هنا اختاريت البيض السمان، نتوما استعملوا البيض اللي متوفر عندكم في المنزل. غادي نقطعوا هذوك الدوائر، نحاولوا نديروا حتى من تحت ديال الكفته والصلصه، نديروا شي شويه قطعات ديال القرعه، ما نخليوهاش كلها الفوق. دونك هنا رشيت بشي شويه ديال الجبن، وغادي نفقص هذوك البيض ديال السمان على الغراتان ديالي وتندخلو الفران. كيكون يعني ما تياخذكمش وقت كثير في الطهي، تقريبا واحد 20 حتى 25 دقيقه. القرعه كما شفتوا معايا حتى هي راها ما طيبه ما والو، ولكن ما كتاخذ لكمش وقت كثير ملي كنديروها هكا غراتيني في الفران دغيا تطيب لكم. وكنقدموه كيجي لذيذ جدا هاد الكغاتان. كما قلت لكم فكره هي طاجين، ممكن طيبوه في طاجين هاد الشيء وتقدموه، اولا هكا كغاتان تديروه في الفران كيجي حتى هو مزيان. من بعد غادي تشوفوا معايا بيتزا ديال التوست، بيتزا سهله بزاف. غادي تاخذوا بان دو مي ديالكم اولا البان ديال التوست. هنا كاين دايره ديال القمح، قطعتوه هكا مثلثات، ممكن تقطعوه دوائر اولا تعطيوه الشكل اللي بغيتو على حسب القطاعه ديالكم اللي بغيتو، اولا كتقطعوه هكا بالموس بشكل بسيط. كديروا شي شويه صلصه الطماطم الفوق بلا ما تطيبوها بلا حتى شي حاجه، شي شويه الزعتر اولا زعتره. هنا كندير هاد البيبروني اولا اي نوع عندكم ديال الشاركوتري، ممكن تضيفوه من الفوق اولا الطون الا بغيتو فوق هاد البان دومي.
وكتغطيه بالجبن وكتدخلو حتى هو الفران، كيجي لذيذ جدا. تيقو بيا كيجي لذيذ بزاف. الناس اللي ما عندهمش الوقت باش يحضروا بيتزا سريعه فيستعملوها، دابا غتشوفوا معايا مسمن ديال الفرماج اولا الجبن اللي حضرته حتى هو بالورقه ديال البسطيله. دونك ورقه البسطيله كنعرفوها كناخذوها جاهزه، كناخذوا الورقات ديالنا، كناخذوا الجبن وكنديروا الجبن ديالنا في الوسط. غادي نحتاجوا كذلك باش غادي نتسدوا هاد المسمنات، يا اما هذا انا مستعمل هنا الدقيق والماء، اولا تستعملوا بيضه اللي يعني تسدوا بها هاد المسمنات ديالكم. كديروا الحشوه ديال الجبن في الوسط، كتسدوا على طريقه المسمن المربع، يعني المسمن ديالنا المربع كيفاش كنصوبوه، وكنسدوا دائما بهذاك الدقيق والماء. ممكن كما قلت لكم تستعملوا البيض، من الاحسن كنفضل الدقيق والبيض، كيجي عفوا الدقيق والماء كيجي احسن وما يطلق لكمش لا زفوره ولا حتى شي حاجه. دونك تنسدوا هذوك المسمنات ديالنا وكنديوهم يطيبوا في مقلات اولا كتدخلوهم للفرن، عندكم الاختيار. كيجيو مقرمشين، كيجيو لذاد، وتيجيو ساهلين في التحضير كما شفتوا معايا. الا ما عندكمش الوقت مره اخرى باش حضروا عجينه المسمن، فديروا هاد يعني هاد المسمن بالورقه البسطيله، وكيجي حتى يعني مالح، ماشي بالضروري ديروا هو الجبن اللي درتو هنا راه مالح، ولكن ممكن تضيفوا مثلا حشوات اخرى بحال الكفته اولا يعني اي حشوه بغيتوها مالحه، تديروها وسط هاد الورقات وكديروهم هكا على شكل ديال المسمن وكطيبوهم في مقلات كما قلت لكم، اولا تدخلوهم الفران كيجيو لذاد، كيجيو مقرمشين، وتيجيو يعني بساط في التحضير، ما ياخذوش لكم وقت كثير. دونك كنحطوهم وكان غادي نزينهم هنا بالعسل وكذلك شي شويه ديال اللوز من الفوق وكنقدموهم. شفتوا معايا وصفات سهله وبسيطه جدا لتحضير مائده افطار سريعه. كنتمنى هذه الافكار تكون نالت اعجابكم وتجربوها ان شاء الله، وتجربوا الطبق الرئيسي اللي عطيت لكم ديال الكغاتان ديال الكفته والقرعه والبيض، كيجي لذيذ بزاف وسريع و يعني سهل في التحضير. وحتى هذيك البيتزا ديال التوست كتجي زوينه وكتجي لذيذه. خليتكم على خير، الا عجبكم فيديو ديروا لي بارطاجي، وغادي تكون هذه اخر فيديو بالنسبه لسلسله تشهيوات رمضان، وندخلوا ان شاء الله في سلسله ديال تحضير حلويات العيد ان شاء الله. رمضان مبروك، وان شاء الله يكون ربي تقبل منا الصلاه والصيام ديالنا، ونكونوا من العتقاء فيه من النار ان شاء الله. خليتكم على خير، ونتلقاو فيديوهات اخرى مع سلسله حلويات العيد ان شاء الله. السلام عليكم.